عدنا مجددا مشاهدينا لنستكمل باقي هذا الصباح الجميل وأيضا من جمال عروس الساحل الشرقي. أخذ هواية التصوير إلى جانب عمله، وهناك العديد من الصور لعروس الساحل الشرقي لنرى جمال وجمالية إمارة الفجيرة بعدسة يونس كوزان بعد هذا التقرير. زين علي كوزان هاوي تصوير فوتوغرافي منذ 30 عاما ومختص في تصوير معالم الفجيرة. حضرتك في البداية خبرنا كيف قدرت تنمي هاي الموهبة وكيف دخلت هذا المجال؟ دخلت هذا المجال أولا من واقع عملي، وثانيا من ما تزخر به إمارة الفجيرة من مواقع أثرية وتراثية ومعالم طبيعة خلابة، إن كان سواحل إن كان جبال، والجبال فيها الوديان والزراعة وفيها ينابيع المياه، فهذه كلها أمور تشد الإنسان إنه يقوم بالتصوير هذه والاهتمام بها. نعم. من خلال ممارستك لهذه الهواية، هل هناك صعوبات واجهتك في عملية التصوير؟ ما في صعوبات كثيرة، إنما الوقت هو عامل الوقت، الواحد ما يحصل على الوقت انه يمارس هذه الهوايه. حدثنا اكثر عن اقامه هذا المعرض وما المشاريع او الطموحات المستقبليه للاستاذ يونس علي كوزان في مجال التصوير الفوتوغرافي. ابراز هذه الصور، خاصه لانها صور في منها قديمه، وهذه المفروض يعني ينعطى لها الاهتمام، خاصه مثل قدم عن التراث او قدم عن فعاليات سابقة لا تكرر، أو عن إذن هذه العدسة الجميلة التي رأت إمارة الفجيرة من مختلف جمالياتها، من جبالها وبحرها ومن خضارها أيضا والصحراء التي تأخذ جمالية كبيرة من مساحتها. لننتقل معا نتعرف لهذا ضيفنا لنتحدث عن مهارة التصوير الذي أخذها بداية مثل ما تحدثنا كهواية إلى جانب عمله، الأستاذ يونس علي كوزان. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. اهلا وسهلا بكم، صباح النور. يا مرحبا فيك. مرحبا استاذ. نتكلم عن بداياتك في هوايه التصوير، متى بدات وكيف كانت البدايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اسمحوا لي ان اتقدم بخالص الشكر وارفع خالص الشكر لشعب الامارات وقيادته الحكيمه والرشيده وبيوم الشهيد. أكيد كل الشكر دام على دولة الإمارات الإيمان. صحيح. آمين يا رب العالمين. والتقدم والرخاء يا رب العالمين. آمين يا رب. آمين يا رب العالمين. أستاذ يونس، يعني إحنا مثل ما بنشوف شفنا الصور والجماليات اللي أنت أخذت فيها إمارة الفجيرة وتخصص، هذا أكيد من حبك وعشقك لهذه الإمارة. نتحدث صحيح. نتحدث عن حب يونس علي كوزان لإمارة الفجيرة والجماليات الذي أخذتها عدسته من هواية التصوير. كان مجال عملي وهوايتي للتصوير وحبي لإمارة الفجيرة بدولة الإمارات وما تزخر به من مناظر خلابة. صحيح. نعم صحيح. إن كان سواحل ولا جبال ولا وديان، فشدتني هذه فعلا، وجعلتني أني أهتم فيها، وخاصة عملية التوثيق جميل ليها لهذه الأماكن ومنها التراث. صحيح، تراث جميل في إمارة الفجيرة، والتراث كثير وجميل بإمارة الفجيرة. نعم. وهذه بحاجة
عناية بها للتوثيق بالنسبة للناس التصوير. نعم هذا اللي شجعني. أكيد جميل. مثل ما ذكرنا قبل شوي نتكلم شيء عن بدايتك، متى بدأت في التصوير في إمارة الفجيرة؟ بدأت التصوير من حوالي 30 سنة. ما شاء الله. إيه نعم. ولا زلت أمارس هواية التصوير إضافة للكلام إنه المناظر تشد الإنسان بتشجعني أكثر وأكثر. صحيح. إيه نعم. فالآن هالحين بهتم أكثر من أول كمان. صحيح. في هذه الهواية والتصوير. نعم. جميل. على دوم يا رب، ما شاء الله يعطيك الصحة والعافية. جميل. يعني من 30 سنة أنت بتاخذ صور لإمارة الفجيرة، يعني إحنا مثل ما نشهد الآن إمارة الفجيرة قبل 30 سنة تختلف لبعد 30 سنة. صحيح. من التطور. نعم. العمراني. نعم. وتطور. نعم. وتغير المعالم. نعم. الحضارية والتضاريسية، فيعني كل مرة ماذا تجد الاختلاف في هذا الجمال في إمارة الفجيرة؟ التجدد مستمر أكيد. ومثل ما قلتي هو التطور. نعم. مثل نأخذ الأماكن التراثية فيها قلاع وحصون كثيرة. صحيح. فصورت القديم وصار عليها تطور، صورت جديد وصيانة وتحديث وترميم، فطبعا برضو أخذت القديم والحديث. صحيح. جميل. ولكن لو نشوف بعض الصور اللي التقتها في إمارة الفجيرة، صور جميلة بصراحة، أنا شفتها من شوي، لكن لنعرضها للمشاهدين. طبعا هذه البعض من صور أستاذ يوسف كازان على في إمارة الفجيرة، لو الكاميرا تجيبها هني. إذا ممكن أساعدك عمر، الكاميرا هني ممكن تأخذ كلوز عليها. اللي هي الصور اللي ممكن التقطها المصور الفوتوغرافي. صحيح. أستاذ يونس كازان. طبعا يعني دائما المصور بياخذ جمالية الغروب. هذه من أجمل الصور، الغروب في إمارة الفجيرة جهة دبا. طيب. صحيح. هذه الهواية تحتاج إلى يعني أجواء خاصة. أكيد رحنا إحنا نتصفح الصور، ولكن يوعد يعني في شيء يلتفت انتباهي حتى ما تسقط الصور. هاي خليها معك عمر. هون أيضا للأمانة أن جميع اللي بيشاهدوا هاي الصور عن جد بيشهدوا جمالية إمارة الفجيرة. صحيح. ولكن مثل ما نشوف يا وعد وساد يوسف، انت يعني تعددت في تصوير العديد من معالم إمارة الفجيرة، منها التراثي. نعم. والعمراني. نعم. والسدود قديما. هذه قديما. هذا قديما. والسيول. السيول. صحيح. نعم. والسدود ايضا. والسدود. هذه الأبيان والجبال. نعم. داخل الإمارة. والفعاليات. الفعاليات وين؟ هذه الفعاليات. الفعاليات البحرية. نعم. وهذه السياحة اللي جنبك. نعم. أها. نعم. أكيد. صور جميلة. هذا قديماً أستاذ يونس. قديم وحديث الثاني. نعم. قديم وحديث. أيوة. أكيد. طيب إحنا التوثيق أيضاً بالاسم للأستاذ يونس كازان على كل صورة داخل إمارة فجيرة، لكن يعني حب يعني بس حابة أعرض هاي الصورة لإمارة الفجيرة اللي هي أوقات الليل والإضاءة والإنارة لشوارع الفجيرة. نتحدث أكثر عن الأوقات اللي تشدك أكثر لأخذ لقطات الجميلة. إيه نعم، هذه الأوقات صفاوة الجو ولما مع الغيوم ومع الـ يعني الأوقات قلنا بالنسبة للعمل، وكمان في زيارات مع الأسرة. صحيح. أو زيارات شخصية، والزيارات الشخصية بتشدني إنه في مكان معين بكون شفته حابب أصوره، فبختار المكان واليوم المناسب، إن كان بعد أسبوع ولا كان بعد شهر أو بعد شهرين بضل في بالي. ففي الوقت المناسب مع الجو المناسب بروح وبصوره، تاخذ اللقطه وبصوره. اكيد. ولكن استاذ يوسف، انت تعددت بالتصوير التراثي والعمراني والعديد من المناطق العديد من المناطق. نعم. ولكن اين تجد يوسف يجد نفسه يونس عفوا يجد نفسه في هذا الطابع، هل التراثي ام الزراعي ام العمراني؟ كل المواضيع
اللي في إمارة الفجيرة والتضاريس الطبيعية والعمران والتراث فكلها تشدني نعم. واللي يشدني كمان مثل ما قلت توثيق هذه اللحظات واللقطات الجميلة وتوثيقها بتخليني أني أهتم في أخذ الزاوية المناسبة لهذه اللقطة جميل. حتى إظهارها إن كان صحيح. مثلا داخل الجبال فلازم أورجي مكانها من سلسلة أكيد. الجبال صحيح. فبختار المكان ولو بعيد ولو على سفح جبل فبصعد على سفح الجبل حتى أخذ هذه اللقطة يا سلام. وأبرزها بمكانها الطبيعي أكيد. نهاية يعني إحنا سعدنا بلقائنا معك لكن نهاية ما هي المشاركات اللي أنت شاركت فيها من مهرجانات وعرض للوحاتك شاركت سابقا بالعديد من المسابقات والمعارض للصور في أبوظبي الشارقة مع مثل كاسموس دائرة الفنون بالشارقة نعم والمجمع الثقافي في أبوظبي بلدية العين وفزت معهم أكثرهم كلهم ب كله لإمارة الفجيرة كنت تعرضه بس لإمارة الفجيرة جميل. أكيد كل الشكر لك كلها لإمارة الفجيرة صحيح حل. كل الشكر لك سعد يونس كازان على تواجدك الجميل والمتميز والموهبة الأجمل التي تخصصت في إمارة الفجيرة وإبراز معالم الفجيرة الشكر موصول لكم جميعا أكيد والشكر حبيت أشكر هيئة الفجيرة للسياحة أكيد والإثارة صحيح هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام أكيد لتشجيعها للمصورين صحيح جميل. نعم لها دور بارز وأنا من ضمنه أكيد دائما بالتوفيق شجعونا نعم أكيد نعم. ومن هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام دائما نحن يعني نضع يدينا بأيديهم ونبرز نعم. هاي المواهب وأيضا نقدم نعم. ما هو جميل وأجمل نعم. دائما للمشاهد أكيد برئاسة سمو الشيخ راشد بن حمد صحيح الله يحفظه أكيد والشكر موصول نعم. لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام ولكن شهدنا جميعا في إمارة الفجيرة أخيرا يوم الجمعة العرس الجماعي والذي حضره شيوخنا وقادتنا في إمارة الفجيرة لنتابع هذا التقرير ومن بعدها راجع لكم